رحت اطلع شهاده الولاده تاعت الاولاد، مرتي ولدت اول امبارح، لسه ما فرحتش عليهم، وهي لسه والده قيصر، يعني لسه تعبانه، لسه ما بتقومش تتحركش. حسبي الله ونعم الوكيل وبس. وانا قاعد باخذهم زي هيك، رن علي التليفون الشقه اللي انت فيها بوصفك. جنب بعض هناك. ايوه جنب بعض. كنت رايح اجيب الكوشان تاع الاولاد، مرتي ولدت امبارح اول امبارح، رحت اجيب الكوشان، طلعت شهاده الميلاد لجاني ولدين توم، اتصلوا علي قالوا لي الدار اللي انت فيها مقصفه ناس من الحارة. راحت مرتي اولاد الاثنين وحماتي. أنا ما بعرف لسه، أنا كنت في الداخلية أطلع الشهادة في الميلاد. قذيفة الدبابة بيقولوا لي. على الشقة اللي هم قاعدين فيها، في بيت يعني. نازحين في بيت. الله أكبر. ربهم يرزقون. تعالوا جاي. تعالوا شو بس تعالوا تعال تعال اي الله. الان سجلت في التاريخ البشرية بأن جيش الاحتلال يستهدف الأطفال الرضع التي لا يتجاوز عمر هذين الطفلين 4 أيام توأم مع الأم وجدتهما، والآن هؤلاء مسحوا من السجل المدني، ولذلك نحن نستنكر مثل هذا العمل الإجرامي بحق المدنيين. وما زال مسلسل المجازر المستمر، حيث وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى أكثر من 12 شهيد.